السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ناخذ معنا سي عبد العزيز من أوريكا. سيدي عبد العزيز السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أخويا. مرحبا بك سيدي عبد العزيز. مرحبا. كيداير أستاذ؟ رمضان مبارك. الله يبارك فيك سيدي، بارك الله فيك. مرحبا بك سيدي عبد العزيز، تفضل. الله يحفظك اخويا. الله يخليك. معك فارس عبد العزيز من جماعه طومات. الله يخليك. واحد النقطه. اييه. اش من شحال ديال السن مسموح الدراري يصوم فيه؟ السن اللي غادي يصوم فيه الولد. اييه. والنقطه اخرى، شي دعاء الله يجزيك بخير استاذ. الله يرحم لك الوالدين. واخا سيدي عبد العزيز، بارك الله فيك، بارك الله فيك سيدي، جزاك الله خيرا. على كل، بالنسبه للسن اللي كيصوم فيه الولد، هو السن ديال البلوغ، يعني لانه طبعا لما كنتكلموا على التكليف كنتكلموا على البلوغ. قبل من البلوغ راه ما كاينش نهائيا هذا، يعني ما كاينش يعني الصيام، واضح؟ الا الى بان لك الولد هو فعلا هو بغى يصوم وعنده المقدره على انه يصوم، في هذه الحاله هذه نعم ممكن انه يعني اننا نزيده يصوم، ولكن تنرد له البال يمشي يسخاف ولا ياثر عليه الصيام، لانه باقي الجسم ديالو ما قادش على الصيام. وحتى لو انه كان بالغا، وهذه كيوقع كتوقع لنا هذه القضيه، كتلقى مثلا الولد او البنت بلغت، ولكن بلغت في واحد السن مبكر 10 سنين 11 سنه بلغت، والجسم ديالها ما قدرش نهائيا على انه يتحمل الصيام. ما غاديش نقولها بزمن انك تصوم، الا هذه غادي تفطر وغادي نحسبوا لها هذه الايامات ان شاء الله. لما تولي قادره على الصيام غتعاود هذوك الايام اللي كانت يعني كتصومهم، يعني ماشي صافي بلغت اذا صافي غادي نصوموها وال تقدر يوقع عليها شي هلاك الله يحفظ السلامه. لا، فالانسان كينتبه لهذه الامور. الفقراء تكلموا. وعلى كل، اذا بلغ سن التكليف فقد وجب عليه الصوم، ان كان قادرا فانه يصوم، ان لم يكن قادرا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. واسال الله تعالى لك سيدي العزيز الخير والتيسير، وان يحفظ لك الذريه الصالحه، وان يمتعهم برضاك، وان يمتعك كذلك برضا والديك. مستمعينا الكرام، تقبلوا التحيات. مهدي بالموسيقى معنا في الإخراج وفي استقبال المكالمات. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.